بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الكريم، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم مهندسين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس محمود إبراهيم. النهارده بإذن الله دي آخر محاضرة لنا مع بعض في قائمة السبيس أو تعريف الحيز، هنشرح فيها الفلورز والبارتيشنز. ابتداء من المحاضرة القادمة إن شاء الله هنخش على قائمة السيستمز اللي هي تعريف النظام، وقلنا ان اهم قائمتين في برنامج الهاب اللي هي السبيسز والسيستمز. قلنا ان القائمتين دول بالذات ما ينفعش نستهين بيهم لاي قدر او اي شكل من الاشكال، لان دول على اساسهم برنامج اللاب بيقدر يطلع لك كميه الحمل الحراري المطلوبه منك داخل الحيز ده، تمام؟ فاحنا دي تعتبر النهارده رابع محاضره لنا في قمه السبيسز فقط، وقلت ان انا مش هستعين بيهم، هديهم حقهم بالزياده شويه بحيث انك تقدر تطلع منها باكبر استفاده ممكنه. طيب انا دلوقتي كده دخلت على قائمه السبيسس، وقلنا هنشتغل على حيز واحد فقط اللي هو فصل دراسي كليه صيدله، وقلنا طبعا ده الدور الاول في كليه الصيدله اللي احنا هنشتغل عليه. اخترنا حيز اسمه ايه؟ اسمه فصل دراسي كليه صيدله. طبعا طلعنا منه المساحه وطلعنا منه الاشكال كلها اللي احنا شفناها مع بعض المحاضرات اللي فاتت، اللي هي الثلاث محاضرات الخاصه بقيمه السبيسس، تمام؟ واللي ما اتفرجش على المحاضرات دي كلها يقدر يخش عليها في بلاي ليست خاصه ببرنامج لاب، يعني مقسم الفيديوهات في بلاي ليست خاصه بكل شكل، يعني برنامج لاب هتلاقي لها بلاي ليست لوحدها، الشباك لها بلاي ليست لوحدها، والريفت كل البرامج ده كلها ليها بلاي ليست لوحدها، بلاي ليست لوحدها، بحيث تقدر تتفرج على الفيديوهات ما تتوهش او ما تقدر توصل الفيديو اللي انت عايزه بكل سهوله. طيب المحاضره اللي فاتت او المحاضرات اللي فاتت اتعلمنا ازاي نجيب المساحه ديت، وقلنا بنستخدم امر البولي لاين مش اللاين، بحيث انك تدك بس على خط واحد يبتدي تحدد معاك باقي الخطوط، وتقدر تطلع منها سواء المساحه المحيط اللي انت عايزه، تقدر تطلع منها اللي انت عايزه. شرحنا فيها الجنرال والانترنالز والوولز والويندوز دورز والروفز والسكايلايتس والفلتريشن اللي هي معدل التسريب، وفي ناس بتعمل معدل التسريب، وطبعا معدل التسريب ده بيأثر جدا معايا كمان في الحمل الحراري، ففي ناس بتعمل يقول لك لا مش هحسب معدل التسريب، معدل التسريب يعمل انا احسبه، لا طبعا بيفرق معايا جدا كمان في الحمل الحراري. وملاحظه بس سريعه كده، بحس الناس انا وقفت المره اللي فاتت اتعلمنا ازاي ندخل كيم يا اما الاي سي اتش يا اما الليتر الليتر بالسكند بالمتر سكوير، تمام؟ انت بتدخل اي قيمه من دولت، يعني مثلا انت دخلت مثلا 60 لتر بالسكند، هو البرنامج اوتوماتيك هيحسب لك الليتر بالسكند بالمتر سكوير وكميه الاي سي اتش، تمام؟ احنا هنشتغل بايه؟ وقلنا هنشتغل بايه؟ هنشتغل بايه كميه الاي سي اتش، وقلنا القيمه اللي هتتراوح ما بينها على حسب المشروع، وقلنا ده الكلام ده كل المحاضره اللي فاتت. كان في حاجه بس نسيتها، احنا هنسيبها على اول اورز، مش هنعملها مثلا قول لي وين فان اوف، لا هنعملها اول اورز، تمام؟ بحيث ان نضمن ان اعلى نسبه او اعلى دقه هتطلع معايا في حساب الاحمال الحراريه. طيب بالنسبه بقى النهارده لمحاضره النهارده هنشرح فيها الفلورز والبارتيشنز واحده واحده بقى كده مع بعض. اول واحده يعني ايه فلورز؟ يعني ارضيه الطابق اللي انت شغال عليه، ارضيه الطابق اللي انت شغال عليه. طبعا الناس اللي متابعه معايا عارفه ان دي احنا شغالين ايه، على مبنى كليه صيدله، يعني كليه الصيدله وكليه اسنان كليتين جنب بعض، بس انا قلنا هنختار الجزء اللي على الشمال اللي هو كليه الصيدله، هنبتدي نشتغل عليه ونصمم عليه المشروع بتاعنا، سواء الشباك سواء فاير سواء بلامن سواء ميديكال كاسس، اللي احنا عايزينه اللي احنا عايزينه الشغلانه كلها يكون فين، على الجزء الشمال اللي هو كليه الصيدله. طيب بالنسبه للدور الاول، هل في طوابق تحته؟ اه في طوابق تحته في البيزمنت، ده اول حاجه، بعد الجراوند فلور، بعده الفيرست فلور، طبعا في السكند فلور فوق والثيرد والفورث والفيرست، تمام؟ يعني طوب يعني دور مكون من عده طوابق. طيب بالنسبه للدور اللي تحت الفيرست فلور اللي هو الجراوند فلور، تمام؟ هل الجراوند فلور ده او الحيز اللي داخل اللي تحت الجراوند فلور ده اللي تحت الفيرست فلور اللي هو الجراوند فلور مكيف ولا مش مكيف؟ بقول لك ايه بقى، بقول لك اول حاجه الفلور، طيب نوع الفلور ده ايه؟ هل هو فلور above condition space، يعني الدور انا مثلا انا واقف في الفيرست فلور، هل الدور اللي تحت ده مكيف؟ يعني انا واقف فوق دور مكيف ولا لا؟ الطابق اللي انا واقف فيه ده اللي هو الفيرست فلور فوق طابق مكيف ولا لا؟ يقصد بالطابق المكيف اللون اللي هو الطابق اللي تحت اللي هو الجراوند فلور. لو الطابق اللي تحتك مكيف فانت هتعلم على اول علامه وتدك اوكي وشكرا على كده، قال لك نو اديشنال انبوتس، يعني مفيش مدخلات اضافيه، مفيش مدخلات اضافيه. طيب لو الفلور بتاعك اللي هو الجراوند فلور بتاعك ده غير مكيف، قال لك فلور اباف ان كونديشنال او ان كونديشنال سبيس، يعني انت واقف فوق طابق غير مكيف فبيطلب منك شويه بيانات تدخلها، تمام؟ طيب ارضيه الطابق الاول اللي هي سقف الطابق الارضي مساحتها كام؟ هتلاحظ ان المساحه ديت هي نفسها المساحه اللي انا دخلتها في الاول. ليه؟
كده طبعا الارضيه هي نفسها السقف، فمش هتختلف معايا يعني الفلور في الارضيه بتاعتي هي نفسها السقف، الا في بعض الحالات الخاصه انت لو المساحه بتاعتك او مساحه السقف بتاعك او الارضيه بتاعتك مختلفه انت تقدر تدخلها بكل سهوله، تقدر تغير في القيمه دي زي ما انت عايز. اما الارضيه السقف هي نفسها ارضيه الفلور، فالمساحه هتكون واحده اللي هي كام 68 ونص. طيب بالنسبه للتوتال فلور يو فاليو ديت، القيمه ديت انت بتكون واخدها من المهندس المدني او المهندس المعماري. طيب افرض انا ما جبتش القيمه ديت من المهندس المدني او المهندس المعماري، او ما اعرفش قيمه كام وانا عايز اجيبها، انا عايز اجيبها. فقلنا كده في تركه كده او خدعه، بنكون بس نسبه تقريبيه. انا دلوقتي شغال ايه؟ في ارضيه طابق، يعني بمعنى اصح انا شغال ايه؟ في سقف. انا شغال في سقف اللي هو السقف ما بين الدور الاول والدور اللي تحت اللي هو الجراوند فلور، تمام؟ فاحنا كنا عملنا حاجه زي نظام بارتيشن وول، وقلنا ان السقف اللي بيفصل ما بين طابق والتاني بسميه بارتيشن، اما السقف النهائي خالص اللي هو معرض لاشعه الشمس بسميه اكسترنال وول، تمام؟ وقلنا البارتيشنز ديت ممكن نقدر نطلع قيمه اليو فاليو بتاعتها حوالي اللي هي قيمه الريزيستنس الانسايد سيرفاس ريزيستنس، هي هتكون برضه نفس القيمه بتاعت الاوتسايد سيرفاس ريزيستنس اللي هي المقاومه الداخليه نفسها اللي هي قيمه المقاومه الخارجيه. لو كان عندي ده السقف الخارجي اللي هو الاكسترنال وول، كانت القيمه ديت مش هتكون نفس القيمه بتاعت الاكسترنال، لا كانت هتتغير معايا، كانت هتتغير معايا. فقيمه الاوفر اول يو فاليو هتكون كام؟ هتكون 1.296، تمام؟ اللي هي واحد وحوالي 30 واحد وثلاثة من عشرة، اللي حوالي كام؟ واحد وثلاثة من عشرة. فنقدر ندخلها هنا كده على قائمة السيستمز، نخش على الفلورز، واحد وثلاثة من عشرة ديت نسبة تقريبية. أنا كنت أعملها نسبة تقريبية، أما ما تعتمدش القيمة دي، ما تعتمدش القيمة دي. لو أنت عايز تعملها صح، اعمل اللي هو بارتيشن وول او بارتيشن روف بمعنى اصح، اللي هو السقف اللي بيحصل ما بين الدور والتاني، تقدر تطلع قيمه اليو فاليو اللي انت عايزها. طيب بالنسبه للانكونديشن سبيس ماكسيمم تمبريتشر، يعني اقصى درجه حراره يوصل لها الحيز ده كام؟ اللي هو الدور اللي تحتي، اقصى درجه حراره ممكن يوصل لها كام؟ احنا هنا عندنا في مصر يعني اقصى درجه حراره ممكن توصل لها حوالي كام؟ 37 38، ممكن توصل ل 39. يعني اقول بجد الدنيا ايه؟ ولع معنى الكلمه، تمام؟ فاحنا بنشتغل على الجو الطبيعي اللي هي كام؟ حوالي 35 درجه حراره الجو. طيب درجه حراره الحيز داخل اللي هي في الظل مثلا بتكون حوالي اقل من 10 الى 12 درجه، يعني بتكون حوالي كام؟ من 25 الى 23. هي مكتوبه 23 اوتوماتيك سيبها، يعني البرنامج بيختار لك ايه؟ الديفولت بتاعها، بيختار لك الديفولت بتاعها. عايز تسيبها 23 ماشي، عايز تسيبها مثلا وليكن 25 ماشي، يبقى درجه حراره الهواء الخارجي كام؟ 35. يعني الفرق ما بين درجه حراره الهواء الخارجي ودرجه حراره الهواء الحيز اللي هو جوه الاوضه اللي انت قاعد فيها اللي انت اصلا مستخبي من اشعه الشمس حوالي كام؟ بتقل عنها حوالي 10 درجه مئويه، من 10 الى 12 درجه مئويه، تمام؟ فانا اخترت دي 25 ودي كام برضو؟ 35، اسيبها زي ما هي. طيب ان كونديشن سبيس مينيمم تمبريتشر، اقل درجه حراره بيوصل لها الحيز ده كام؟ اقل درجه حراره بيوصل لها الحيز في فصل الصيف، فصل الصيف بيكون كام؟ حوالي 23 درجه، اللي هي برده نفس النسبه التقريبيه اللي كانت موجوده في هنا، او ممكن نخليها مثلا 25 او 24. 24. طيب درجه حراره الجو مثلا في الشتاء، خلينا ايه في الشتاء، اسف دي في الشتاء، ديت في الشتاء، درجة حرارة الجو في الشتاء تمام بتكون كام؟ ممكن توصل ل 12 درجة مئوية، بتقل عن كده ساعات أو بتقل عن كده ساعات، بتزيد عن كده ساعات أو بتزيد عن كده ساعات، ممكن توصل ل 14 15، ممكن توصل ل 8، ممكن توصل ل 10، بتختلف، بس أنت بتاخد القيمة الوسطية اللي هي كام؟ اللي هي 12، تمام؟ فأنت بتشوف حالة الطابق بتاعك ده، هل هو فوق طابق مكيف ولا فوق طابق غير مكيف، ولا حاجة اسمها سلاف فلور أون جريد، يعني الطابق بتاعك ده على الارض ولا لا. انت مثلا بتعمل تكييف للدور الارضي، دي يقصد بيها الدور الارضي، سلاب فلور اون جريد يقصد بيها الدور الارضي، هتدخل برضو قيمه الفلور ايه ده بتاعتك اللي هو اختارها اوتوماتيك اللي هي كريتيريا اللي هي 68 ونص اللي انت مدخلها من اول مره، هتدخل برضو قيمه اليو فاليو، حاجه اسمها الاكسبوزد بارامتر اللي هو المحيط الخارجي، المحيط الخارجي بتاعك هتبتدي برضو تجمع المحيط الخارجي بتاع الحيز بتاعك وتدخله، وحاجه اسمها الايدج انسوليشن ار فاليو اللي هي قيمه الار فاليو للعازل بتاعك، العازل اللي هي الحواف الداخليه من تحت، عايز الحواف الداخليه من تحت، ودي بتاخدها برضو من المهندس المدني او المعماري، خاصه المهندس المدني. حاجه اسمها سلاف فلور بيلو جريد، يعني يقصد ايه بقى؟ ايه سلاف فلور بيلو جريد؟ يقصد بقى اللي هو البدروم اللي هو الطابق مندفن في الارض، اللي هو تحت مستوى سطح الارض، تحت مستوى سطح الارض. طيب وليكن مثلا انا
جايب او في البيسمنت بتاعي في جزء منه فوق سطح الارض وفي جزء منه تحت سطح الارض. يعني ايه؟ يعني مثلا زي افرض مثلا ان البيسمنت بتاعي او الدور او الارض بتاعي خالص اللي هو الجراوند فلور مقسم الى قسمين، جزء تحت وجزء فوق، يعني مثلا ارتفاعه كله حوالي كام؟ 4 متر، 2 متر تحت و2 متر فوق. فلما اجي ادخل المساحه هنا، هل هدخل المساحه الكليه؟ لا. هدخل المساحه، هحسب الارضيه بتاعت دي الفلول بتاعتي، اه هحسبها زي ما هي، حاجه اسمها الدبس، اسف يا رب، الدبس. المساحه هتفضل زي ما هي، المساحه هتفضل زي ما هي. انا بتكلم في الدبس، الدبس بتاعك اللي هو عمق الارضيه، ارضيه الطبقه الارض ده اللي هو مدفون في الارض ده، عن سطح الارض كام؟ لو الارض الطبق الارض كله تحت مستوى سطح الارض هتختار الاربعه. طيب جزء منه وليكن مثلا 2 متر تحت الارض و2 متر فوق الارض، فانت هتختارها كام؟ هتختارها 2 متر. ده مثال، ده مثال، تمام؟ وتقدر تطلع برضه قيمه اليو فاليو والار فاليو بتاعتك، مين انت عايز تسيبها الزمنيه ماشي، عايز تاخدها من المهندس المدني او المعماري برضه ماشي، تمام؟ نخش بقى على البارتيشنز. انا عندي نوعين من البارتيشنز، يا اما سيلينج يا اما وول. انا عندي نوعين، يا سيلينج يا وول. عايز تبدلهم مكان بعض، هنا يعني هنا مثلا وول، هنا السيلينج ماشي، عندنا السيلينج وهنا الوول ماشي، زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. طيب ايه السيلينج بارتيشن وايه الوول بارتيشن؟ تاني، بما اني فرقت ما بينهم بس هفرق ما بينهم تاني. البارتيشن اللي هي الحيطه اللي بتفصل ما بين حيز وحيز، ما بين غرفه وغرفه، زي ايه؟ نخش على برنامج الكاد. زي دي الحيطه ديت. هنا اسمها ايه؟ وحده ضمان الجوده. تمام؟ ايه علقت ولا ايه؟ هنا اسمها وحده ضمان الجوده. طيب واللي فوقها برضو اسمها برضو وحده ضمان الجوده. ففي حته بتفصل ما بين الغرفه ديت والغرفه دي اللي هي الحته دي، فبسميها ايه؟ بسميها بارتيشن. ليه بارتيشن؟ لانها فصلت ما بين حيز وحيز اخر. طيب بالنسبه ده كده اسمها بارتيشن. اما الول، الول هنا يقصد بيها، اللي يقصد بيها هنا الاكسترنال وول اللي هي معرض لاشعه الشمس، اللي هي زي الحته دي كده. طبعا ده منور اللي هو زنزان مسقط كده، بس نظام مسقط كبير شويه، فالحته دي هتكون معرضه لاشعه الشمس للهواء الخارجي، فبسميها وول. ليه؟ لانها فصلت ما بين الحيز والهواء الخارجي، ده بسميها وول. اما بين الحيز والتاني ده بسميها ايه؟ بسميها بارتيشن. نفس الفكره برضو بتنطبق على الاسقف. يعني مثلا انا في دلوقتي شغال في الدور الاول في الفيرست فلور، في فوقي طابق تاني اللي هو ايه؟ اللي هو السكند فلور. فالسقف اللي بيفصل ما بين الاثنين اللي هو السقف الخرساني وليس السقف المعلق، يقصد بيه السقف الخرساني وليس المعلق. فالسقف اللي بيفصل ما بين الفيرست فلور والسكند فلور ده بسميه برضو ايه؟ بارتيشن، لانه مش معرض للهواء الخارجي. اما مثلا زي في الدور الخامس خالص، انت في الدور الخامس اللي هو السقف الدور الخامس اللي هو بيفصل ما بين الدور الخامس وما بين مين؟ ما بين الهواء الجوي، ده بسميه اكسترنال روف، اللي هو السقف الخارجي، يقصد به السقف الخارجي اللي هو السقف المعرض لأشعة الشمس. تمام؟ أتمنى إن تكون المعلومة دي توصلت لكم. طيب الكيم دي هتفيدني في إيه؟ في بحساب حساب البرنامج الآب. وليكن مثلا همسك السيلينج بتاعي الأول اللي هو سقف الدور الأول اللي هو أرضية مين؟ أرضية الطابق الثاني اللي هو السكند فلور، تمام؟ هتلاحظ إن المساحة بتاعتي، هل قال لك دي المساحة هي نفس مساحة الأرضية ولا مختلفة؟ لا يا عم، هي نفس مساحة الأرضية اللي هي 68 ونص. 68 ونص. نفس المساحه ما اتغيرتش. طيب قيمه اليو فاليو، الاوفر اول يو فاليو بتاعتك بكام؟ وليكن مثلا هتسعى تسيبها ديفولت ماشي زي ما هي ماشي، تمام؟ عايز تغيرها او تجيبها من المهندس المدني برضو ماشي، عايز تعملها زي ما انا كنت عاملها في الاكسترنال وول عشان بس ما اقدرش اطلع وارجع تاني برضو ماشي. طيب الان كونديشن ماكسيمم تمبرشر، طبعا الكلام ده لسه قايله دلوقتي، اللي هي اقصى درجه حراره للحيز كام واقل درجه حراره اللي هو ده اقصى درجه حراره اللي هو الخارجي كام، تمام؟ نفس الكلام اللي احنا شرحناه مع بعض دلوقتي، تمام؟ اللي هو اقل درجه حراره للحيز واقل درجه حراره للهواء الخارجي، نفس الكلام ده انا كنت شارحه في الفلوس. طيب ده كده عباره عن السيلينج. طب الله اكبر، لا ست لله. طب هستنى بس لما الاذان يكمل ونرجع نكمل شغلنا تاني. ورجعنا بعد ما الاذان اذن الحمد لله، تعالى بقى نكمل، تعالوا بقى نكمل ايه شغلنا. ده كده كان شغلنا في السيلينج بارتيشن. اما بقى بالنسبه للوول بارتيشن، الوول اللي انا اتكلمت عليه من شويه في البرنامج الكاد اللي هو بيفصل ما بين ايه؟ ما بين حيطه وحيطه، ما بين حيز وحيز. بس الحيز ده اعرف بقى الحيز ده مكيف ولا لا؟ اللي انا هقوله دلوقتي هو مرده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسيلينج، بالنسبه للسقف اللي هو بيفصل ما بين طابق والتاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا
الغرفه ديت اللي واحده قدامنا الجوده دي مكيفه وديت مكيفه، فهل هشتغل على البارتيشن ده؟ لا مش هشتغل عليه. ليه مش هشتغل عليه؟ لان هنا الفرق فما بين درجات الحراره هيكون كام؟ هيكون زيرو، هيكون بصفر. دي مكيفه ودي مكيفه، فانا مش هشتغل على البارتيشن اللي بيفصل ما بين حيز مكيف وحيز غير مكيف. اما مثلا ولو اكون مثلا هشتغل على البارتيشن ده، تمام، ده مكيف بس ده غير مكيف. لو درجه الحراره مثلا هنا حوالي 23، هنا هتكون كام؟ 28 او 29، ففي فرق في درجات الحراره، فانا لازم اشتغل على البارتيشن ده. فانا بشتغل دايما على البارتيشن او السيلينج اللي بيفصل ما بين حيز مكيف وحيز غير مكيف. اما لو الاثنين مكيفين فانا مش هشتغل عليه خالص، اسيبه زي ما هو، لان الفرق ما بين درجات الحراره هتكون كام؟ هتكون صفر. وصلت؟ نفس الفكره برضو بين السيلينج، يعني انا دلوقتي في الطابق الاول اهوت، الطابق الاول كله مكيف. لو الطابق الثاني كله مكيف، فالسقف بتاع الطابق اللي بيفصل ما بين الطابق الاول والثاني هيكون كله كام؟ بصفر. فانا ما هعتمد القيمه بتاعتي بصفر هنا، فمش هدخلها خالص، مش هدخلها معايا خالص، تمام؟ هصفر كل القيمه اللي عندي دي. طيب هنا بالنسبه للمساحه، طيب هل هنا المساحه ديت هي نفس المساحه ديت؟ لا طبعا، لا طبعا. دي يقصد هنا بالمساحه دي ايه؟ يقصد بيها بمساحه الحوائط الداخليه او البارتيشنز اللي هي الحوائط المعرضه او اللي تفصل ما بين حيز مكيف وحيز غير مكيف. احنا مثلا شغالين على فصل دراسه كليه صيدله. طيب تعالى كده ندور مع بعض على البارتيشنز هنا كده. بص ده كده، هل الجزء اللي على اليمين ده طبعا النورث والساوث والايست والويست، قلنا الاتجاهات دي بتفرق معانا جدا في، وشرحنا الاتجاهات مع بعض في الوولز والروفز والسكاي لايتس، تمام؟ شرحنا الاتجاهات، قلنا الاتجاهات بتفرق معانا جدا في حساب الحمل الحراري. الجزء اللي على اليمين ده معرض في الاتجاه الشرقي الاتجاه الايست، تمام؟ هل هو ده وول دلوقتي ولا بارتيشن؟ بصوا كده، ده بيفصل ما بين ايه؟ ما بين حيز مكيف وهواء خارجي، فده بسميه external wall، فده مش بارتيشن معايا. طيب بالنسبه لده، ده كده بيفصل ما بين حيز مكيف وحاجه اسمها منور. منور او اللي هو المسقط اللي احنا عارفينه بالبلدي كده بشغل بتعريف مصر، هو كان اسمه المسقط. فهنا مهما كان برضه يعني المسقط ايه، صغير مش زي ده، يعني المنور هنا صغير مش زي ده، فده بسميه برضه ايه، انكونديشنت سبيس. خاصه انا في الطابق الاول، فاشعه الشمس مش هتقدر توصل لي، الهواء الخارجي فقط، او اما اشعه الشمس الاول هكون برضه اشعه درجه حراره درجه حراره الهواء الخارجي عند الطابق الاول، غير درجه الحوار الخارجي عند الطابق الخامس. فده ممكن اعتبره مثلا ايه، حيز غير مكيف، حيز غير مكيف. هنا برضو هنا احاول اسلم على في الطابق ده، في البارتيشن ده، يعني هنا حيز مكيف يبقى هنا حيز غير مكيف، فده هعتبره برضو ايه، هعتبره بارتيشن. هنا الممرات انا مش هكيف الممرات، انا الناس رايحه وجايه، فانا مش هعمل تكييف للممرات، تمام؟ فده برضو هعتبره ايه، بارتيشن. يبقى انا عندي هنا كام بارتيشن؟ انا عندي هنا 3 بارتيشن. طيب اجيب مساحه البارتيشن ازاي؟ اللي انا مساحه الحيطه اللي هي الطول في العرض، انت شفت لها كام؟ عرضها كام؟ وتقدر في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع، العرض في الارتفاع. العرض بتاعك 76 متر، طبعا بابعاد الدايمنشنز طبعا 6 وكام؟ 70 متر. طيب الارتفاع بتاعك كام؟ الارتفاع بتاعي 4 متر و22 سنتي. 4 متر و20 سنتي، وطبعا الكلام ده اتكلمته عن المره اللي فاتت، اتكلمته المره اللي فاتت واللي قبلها كمان، وازاي نجيب الارتفاع الحيز اهو من الرسمه ديت. لو انا عايز اعرف ارتفاع ما بين السقف بتاعي، انا في الفيرست فلور دلوقتي، تمام، عايز اعرف الارتفاع الارضي عن السقف الخرساني، اهي 4 متر 20 سنتي، تمام. نرجع لشغلنا، يبقى هتضرب 6.7 في 4.2 هتديك حوالي 28.14. المساحه بتاعت البارتيشن ديت هي نفسها تحت المساحه بتاعت البارتيشن ديت، فانت هتضرب هنا كام؟ هتضرب هنا في 2، يبقى هتديك حوالي 56.28 من 100. ادي المساحه ديت زائد المساحه ديت حوالي 56.28 من 100. انا بجمع الحوائط الداخليه اللي هي البارتيشنز كلها بتاع الحيز، مش حيز، لا انا بجمع البارتيشنز كلها بتاع الحيز. دي برضو بارتيشنز، يعني ديت الطول بتاعها 10.30، في الارتفاع بتاعها كام؟ اللي هو 4 متر 20 اللي هي حوالي 43 و26 من 100، فلما تجمعهم كلهم مع بعضهم هتديك 99.54 من 100. فراح داخل على برنامج الهاب، اكتب هنا 99.54 من 100. برضه قيمه اليو فاليو هتدخلها وتاخدها من المهندس المعماري، مش عارف اسيبها زي ما هي، سيبها الديفولت زي ما هي بتاعت البرنامج. الان كونديشن سبيس برضه سيبها، يعني هي بتكون نسب تقريبيه برضه من الهواء، من الهواء الجوي خاصه في مصر. فدخل بس الحيز بتاعك، لو انت ما عندكش القيم ديت او مش عارفها ومتاكد منها، دخلها وتدخل القيم بتاعتك، بحيث انك تقدر تطلع اعلى دقه من حساب الاحمال الحراريه، وبعدين تديك اوكي
كده انت سيفت الشغل بتاعك، كده خلصنا شرح قائمه السبيسز او تعريف الحيز. لو انت دخلت عليها كده هتلاقي الشغل اللي احنا عملناه. طبعا احنا هنكون اباف كونديشن سبيس، نسينا نعلم عليها ديت، هتكون اباف كونديشن سبيس. وهنا برضو البارتيشنز بتاعتنا اللي احنا دخلناها، الكام اللي احنا دخلناها هتكون برضو نفس الكام بتاعتنا. سيفنا شغلنا، ما فيش فيه اي مشكله خالص. كده احنا خلصنا فصل دراسي كليه الصيدله. اللي انا عملته في الفصل الدراسي هنا، ما تفكرش ان كده خلاص خلصنا، لا، ده الشغل اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي ده كله في كل التوابق ديت. يعني هتعمل هنا واحده ضمان، ضمان الجوده ديت، هي نفسها ديت، هي نفسها ديت، خلاص انت تعمل واحده والاثنين التانيين زيها. السكرتاريه هتكون برده نفس الموال، هنا الوكيل، هنا الصالونات وانتظار، برده كل حيز من هنا هتبتدي تعمل له شغل اللي هو السبيس بتاع اللي هو تعريف الحيز وتعريف النظام برده. يعني مثلا هنا هيئه التدريس، لو الاثنين طبعا هيكونوا مختلفين من المساحه بس قريبين من بعض، هتلاحظوا ان هيئه التدريس اللي هنا وهيئه تدريس، يعني هيئه تدريس ديت وهيئه تدريس ديت وغرفه مشرف وخدمات اللي فوق نفس اللي تحت. هيئه تدريس مشرف وخدمات، بس اللي بيفرق فيه في الاتجاه، دي في اتجاه النورث، اما دي في اتجاه الساوث، دي في اتجاه الجنوب، اللي فوق في اتجاه الشمال. يا دوب انت هتغير بس الاتجاه بتاعها، هتغير فقط الاتجاه. تمام، كل ده هنتعرفه مع بعض باذن الله من المحاضره القادمه. هنخش في قائمه السيستمز اللي هو تعريف النظام. ده اخر قائمه معانا في برنامج الهاب، ده اخر قائمه معانا في برنامج الهاب. قائمه سهله بسيطه، مش هتطول معانا زي قائمه السبيسز، ممكن تاخد لها حوالي محاضره او اتنين بالكتير قوي. يعني باذن الله مش هنطول فيها، بحيث ان احنا نقدر نطلع بقى قيمه التاني التبريدي، قيمه السي اف ام اللي احنا عايزينهم، على اساس ما نبتدي نعمل سيلكشن للماكينه بتاعتنا، ونبتدي نشتغل شغل الديزاين على طول باذن الله بعد ما نخلص حساب الاحمال الحراريه. كده محاضره النهارده، اسف طبعا الاطاله لو المحاضره طولت، بس كنت لازم اديك الافاده بحيث انك تقدر تطلع باكبر افاده ممكنه من المحاضره. تمام، شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.